ايه الفرق بين وور زون القديمه من اسبوعين مثلا وور زون دلوقتي؟ لقطه زي دي. يلا يا ابراهيم. سامعني؟ سامعك. ماشي ايوه سامعني. انا شايف من ظهري، مش شايف من ظهري. ماشي يلا بس اتحرك. ما كنتش تقدر انك تعمل حاجه زي كده في وور زون القديم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هتكلم فيه عن مراجعه سريعه للعبه مودرن وورفير 3 في ضوء نزول وور زون بشكلها الجديد، هنسميها مثلا وور زون 3. انا كنت ناوي اعمل مراجعه لكول اوف ديوتي مودرن وورفير 3 اول ما المالتي بلاير نزل، ولكن انا قررت اني اشطب الفكره دي. ليه؟ لان بكل بساطه كول اوف ديوتي اصبحت وور زون الفتره اللي فاتت، يعني جزء كبير جدا او جزء مهم منها جدا هو وور زون، او جزء اهم كمان. معظم اللعيبه بتهتم بوور زون اكتر، مع ان انا اساسا لعيب مالتي بلاير قديم وبهتم لحد دلوقتي بالمالتي بلاير يمكن اكتر من وور زون، ولكن في ضوء وور زون كان لازم استنى ان وور زون بشكلها الجديد ينزل، وهو نزل بقاله حوالي اسبوع، ويعني الواحد لعب كام ماتش كده وكون راي كويس عن اللعبه. فان شاء الله هنعمل مراجعه للعبه في ضوء نزول الشكل الجديد لوور زون. فلو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك، لو انت جديد عندنا هنا في القناه اعمل سبسكرايب وفعل الجرس، اعمل كومنت تحت قول لي رايك في اللعبه وور زون 3 لو انت لعبتها، قول لي رايك في الفيديو ده بعد ما تخلصه ان شاء الله. لو وراك صلاه قوم صلي الاول وبعد كده كمل الفيديو ويلا بينا. اولا تعالى نتخلص الاول من الحاجات اللي مش عايزين نتكلم عليها كتير، القصه المخيبه جدا للامال. انا لعبت القصه لايف ستريم، كان ستريم واحد 4 ساعات ونص، تقدر تتفرج عليه عندي في القناه. ويعني الصراحه احداث القصه ما كانتش حلوه قوي، خصوصا في النهايه بتاعتها، مش عايز احرق. ومهمات القصه كانت قصيره قوي يا جماعه، يعني احنا الواحد متعود على كول اوف ديوتي بيدخل مهمه بيقعد فيها مثلا ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه، ولكن في اللعبه دي المهمه ممكن تخلص تحس ان هي 5 دقايق وخلصت. وحتى ال5 دقايق دول مش احسن حاجه في الدنيا، ده غير ان في مهمات تانية اللعبه حرفيا بتحطك في مكان كده كانك في دي ام زي، ومجرد ان هي بس تزق عليك شويه اعداء. فالقصه عامه كانت مخيبه للامال، انا حتى هكسل ان انا احط فيديو من القصه اخده من عندي على الويب سايت واحطه هنا وانا بكلمكم، ولا ملهاش لازمه الصراحه. نيجي بقى للاهم، مالتي بلاير، وهعرض لكم دلوقتي شويه لقطات جامده من المالتي بلاير. ما تتخدعش باللقطات دي، لان المالتي بلاير في اللعبه دي برضو يعني كان مخيب للامال بالنسبه لي. ليه؟ هقول لكم دلوقتي. تعال نتكلم الاول حاجات الايجابيه. موفمنت اتحسنت بكتير، وخصوصا بعد الانطلاق، يوم الانطلاق كان فيها شويه باجز كده. طبعا الاحساس بتاع الاسلحه اللي بتاع كول اوف ديوتي والهيت ماركرز والكلام ده كله زي ما هو هنا كويس جدا. الانيميشنز والجرافيكس بتاعت اللعبه على مستوى عالي قوي 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 بسبب محرك كول اوف ديوتي الرائع اللي بيتحسن من 2019 لحد دلوقتي. والمبات طبعا كلنا عارفين انها مبات من مودرن وورفير 2 القديمه، كلها الى حد ما كويسه ومقبوله. انا بقول كويسه ومقبوله لان بعضها تم اعاده تصميمها بحجم اكبر شويه، وانا اعتقد ان ده كان علشان ان هم بيتيحوا فرصه اكبر مثلا بقى للايه، لللونج رينج في بعض المبات دي. ولكن ده عمل حاجتين في اللعبه، اولا خلى الفلو بتاع المبات رخم، وخلى الكامبينج او انك تقف ورا هيد جليتش طول الوقت حاجه قويه قوي في اللعبه. وثانيا برضو بسبب النقطه الاولى خلى الاس ام جيز في اللعبه ضعيفه جدا، ما عدا بعض الاس ام جيز القليله واللي اتعمل لها بف حاليا. يعني هم عملوا بف للاس ام جيز علشان كانت جوه المالتي بلاير ملهاش اي لازمه، لان معظم المبات في اللعبه خصوصا مثلا حاجه زي تيرمينال بيبقى واضح فيها قوي، معظم اللينز ومعظم اللاينز اوف سايتس طويله قوي على ان اس ام جي يجيب فيها يعني او يبقى بيقتل فيها بصوره كويسه. فالمبات يعني فيها حاجات كويسه وفي حاجات وحشه. فالموفمنت حلوه، الجرافيكس حلوه، المبات اوكي، الاصوات كويسه، انا حاسس ان الاصوات بقت افضل، وخصوصا بعد اضافه بركات زي جوست وزي ديد سايلنس وزي بون كوندكتور اللي هي بتخليك تسمع المحيط كويس. والبرك دي الصراحه انا بعشقها، بحطها دايما مع ديد سايلنس عشان ابقى سامع كل حاجه حواليا. والصوت فعلا فادني كتير قوي في اللعبه دي، وما هوش اوفر باورد وما هوش اندر باورد، موجود بالظبط في المكان الكويس. فاللعبه فيها حاجات كويسه قوي من ناحيه الاستراكشر بتاعت البركات والمبات والكيل ستريكس كويسه والجان بلاي والكلام ده كله. مشاكل اللعبه بقى ومشاكل المالتي بلاير حاجتين، اولا واحد زي ماوس وكيبورد. اللعبه فيها مشكله كبيره يا جماعه في الماوس والكيبورد، ان الهيب فاير بتاعك لما يعني تحرك الماوس بسرعه مثلا هيب فاير وتبدا تضرب، الطلق بتاعك ما بيروحش في المكان اللي بتضرب فيه عشان لسه المازل او البوز بتاعت السلاح لسه ما وصلتش للمكان بتاع الهيب فاير، عشان بقى الواقعيه ومش عارف ايه والكلام ده.
الكلام ده unacceptable، غير مقبول في لعبه شوتر. الكلام ده ما كانش موجود في مودرن 2019، كان موجود في ام دبليو 2 وام دبليو 3. ومش انا الوحيد اتكلمت على الكلام ده، اي حد ماوس كيبورد اكيد شاف الفيديو ده بتاع ستريف كان بيتكلم عنه، وفي واحد تاني اللي هو كان ستريف بينقل عنه اصلا، عمل التستنج بتاع الكلام ده ولقى ان فعلا في مشكله في الايمنج يا جماعه بالماوس وكيبورد، في مشكله في اللعبه انهيرنتلي في المحرك نفسه في الماوس والكيبورد. فمشكله زي دي ما ينفعش ان هي تبقى موجوده اصلا، خصوصا لما انت تبقى عامل الايم اسيست بالمنظر ده. وناس كتير جدا بتقول ان الايم اسيست السنه دي اقوى من السنين اللي فاتت. فمشكله الاساسيه مع اللعبه رقم واحد ان هم فعلا بيالينيت او بي يعني بي بيكرهوا لعيبه الماوس والكيبورد من الاخر، تمام. المشكله الثانيه بالنسبه لي وهو الماتش ميكنج سيستم في اللعبة، واللي على فكره هم خلاص حسوا ان هو مشكله كبيره قوي، لدرجه لاول مره في تاريخ كول اوف ديوتي يتكلموا على ان هم عارفين ان في كلام عن الماتش ميكنج وهيبداوا يكلمونا بقى عنه في الفتره الجايه وهكذا. يعني تخيل اكتيفيجن بجلاله قدرها وستيج هامر واستوديوهات اللي تحتها قرروا ان هم اخيرا يتكلموا عن الموضوع ده، ده معناه ان المشكله كبيره، وده معناه ان هي بدات تعمل لهم مشاكل في الكوميونتي، وده معناه ان ناس كتيره ممكن تكون ما لعبتش المالتي بلاير بسبب السكيل بيزد ماتش ميكنج، وناس كتيره زي حالاتي ما لعبناهوش بوقت اطول، لان انا لو اللوبيهات اللي انا بدخل فيها كويسه مش هقول لك سهله، عاديه مش لوبيهات ديمونز، انا هلعب اللعبه على طول الوقت. ولكن للاسف الماتش ميكنج من اسوأ الحاجات في اللعبه دي. للي مش فاهم انا بتكلم في ايه، الماتش ميكنج اللعبة بتقرر مين هيدخل معاك الماتش ده ومين هيدخل ضدك. ان شاء الله ان شاء الله هحاول ان انا اعمل فيديو جديد عن النقطة دي بالذات في اللعبة، لان هي محتاجة كلام، وعن رؤيتي، لان دي ممكن تكون من اكبر مشاكل كول اوف ديوتي الفترة اللي جاية عليها. لو ما تغيرتش ممكن حرفيا تدمر كول اوف ديوتي على الاقل بالنسبه للمالتي بلاير. نخرج بقى من حته المالتي بلاير، نيجي بقى للنقطه الثالثه وهي وور زون. ودي بقى بالنسبه لي نقطه ايجابيه قوي 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 في اللعبه، وانا عشان كده كنت مستني وور زون تنزل علشان اكلمكم هل مودرن وورفير 3 تستحق انك تشتريها علشان تلفل اسلحه لوور زون. والاجابه هي لو انت ما اشتريتش مودرن وورفير 2 هات مودرن وورفير 3. ليه؟ لانك هتلفل اسلحه مودرن وورفير 3 ومودرن وورفير 2، لان اسلحه مودرن وورفير 2 موجوده جوه ام دبليو 3 كمان، ممكن تلعب بيها جوه المالتي بلاير وتلفلها وهكذا. والاهم لان وور زون الجديده بشكلها الجديد صراحه حلوه قوي، انا ما اكذبش عليكم انا استمتعت بيها جدا جدا، والواحد جاب فيها شويه لقطات حلوه كده. وهسيب هفرجكم دلوقتي على وين كده الفريق طلع ب 35 كيلو. انا ما عنديش ماتشات كتير عشان يعني اعمل ماتش خرافي، ولكن انا استمتعت قوي 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 بيها. اللي عجبني الاستراكشر بتاعت البركات، هم غيروا البركات، قالوا ايه اللي في السلوت 1 والسلوت 2 والسلوت 3. عجبتني الاستراكشر الجديده ونوع البركات اللي موجوده، وفي تنوع كبير وتقدر انك تعمل بيلدز كتيره بالبركات دي، ويبقى كل بيلد ليها يعني سيتويشن هي متميزه فيها عن سيتويشن تاني. ثانيا برضو انا حاسس ان اللعبه اوبتمايزد اكتر، حاسس ان الفريمات بتاعتي احسن في اللعبه، ودي حاجه كويسه قوي. الماب الجديده اورزكستان ماب كويسه، مش وحشه خالص، مش افضل حاجه، مش زي فردانسك للاسف، ولكن برضو ماب حلوه قوي وانا استمتعت بلعبي فيها، لان مفيش وقت حسيت ان انا مثلا ماشي في الاوبن كتير قوي، وفي نفس الوقت مفيش وقت حسيت مثلا ان هي كلاستروفوبيك او في اماكن كتيره ممكن الناس تطلع لي منها. كنت دايما عندي سنس اوف دايركشن، عارف ان الناس ممكن تيجي من هنا او من هنا. فالماب الجديده حلوه، الوانها كويسه، الاوبتمايزيشن بتاعها حلو. طبعا الحركه بتنتقل لورزون 3، هم عملوا بعض التغييرات الحلوه جدا، زي انك تقدر تعمل ريلود وانت بتجري من غير ما تضطر تحط برك زي في المالتي بلاير، حاجه كويسه. سلايدنج بقى احسن من كمان من المالتي بلاير، البيز لاين بتاع المالتي بلاير. هم يعني عملوا شويه تعديلات، وعجبتني فكره ان وورزون يبقى ليها فاهم انيميشنز وحاجات مختلفه شويه عن المالتي بلاير، دي برضو حاجه عجباني قوي قوي قوي. انا برضو متحمس جدا بقى لان العب بنفس الموفمنت وبنفس السيستمز دي جوه ريبيرث او فيردانسك لما ينزلوا اخر السنه الجايه. دي اللي انا متحمس له اكتر كمان. فانا شايف ان اللعبه نزول وورزون 3 رفعها بالنسبه لي شويه. مودرن وورفير 2 كانت قبل نزول وورزون الجزء الجديد كانت الصراحه 5 من 10 بالكتير، ولكن بعد نزول وورزون الجزء الجديد والشكل الجديد انا ممكن اديها مثلا 7 من 10 او 8 من 10 مع امكانيه للتطوير. الكلام ده في ضوء ان انت بتلعب الاثنين مع بعض، خلي بالك من النقطه دي كويس قوي. الكلام ده في ضوء انك السيزون بيبدا بتلعب في المالتي بلاير عشان تلفل الاسلحه وبعد كده بتروح وور زون. لكن لو انت عايز رايي الشخصي في مودرن وورفير 3 لوحدها هي 5 من 10، وور زون الجديده هي 8 من 10،
الاثنين مع بعض اديهم حوالي 7 من 10 علشان زي ما قلت ان كول اوف ديوتي الفتره اللي فاتت اصبحت وور زون بشكل اساسي، انت وقتك الاساسي او وقتك الاكتر بتلعبه فور زون، وخصوصا انا شخصيا بلعب في المود بتاع ريسيرجنس اللي بتنزل على طول بعد ما تموت، مود اسرع شويه وبتحس ان هو كومبينيشن ما بين يعني الباتل رويال التقليديه والمالتي بلاير. نيجي بقى رابعا للزومبيز. الزومبيز السنه دي مع اني ما لعبتهاش كتير علشان العب الاكتس بتاعت الزومبيز نفسها، ولكن انا دخلت المابا وحالت شويه زومبيز ودخلت المناطق الصعبه اللي جوه وهكذا. اللعبه شكلها حلو قوي قوي يا جماعه السنه دي، ومن كلام الناس اللي هم بيلعبوها او لعبوها اكتر مني بكتير بقى انها ممتعه قوي 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 قوي، وانها هايلايت السنه دي في اللعبه. يعني لعيبه الزومبيز والناس اللي هم كانوا زمان خالص لو تفتكروا ايام بلاك اوبس 3 وبلاك اوبس 4 بيحبوا الزومبيز قوي بيلعبوا الزومبيز يعني اكسكلوسيفلي، هتستمتعوا هنا يا جماعه. كان نفسي الزومبيز يخلوها زي دي ام زد فري، ولكن طبعا هم عملوها خلوها جوه مودرن وورفير 3 عشان الناس تدفع وتشتري اللعبه. فعشاق مود الزومبيز عندكم هنا مود حلو قوي قوي قوي، هو صحيح شبه دي ام زد في الاستراكشر بتاعته، مابا واسعه ومليانه زومبيز وبتنزل بقى في المابا وتعمل اكسفيل في اي وقت بمزاجك وهكذا، ولكن انا شايف ان هم برضو اخذوا الفكره دي وطبقوها على استراكشر الزومبي بشكل كويس، عملوها كويس وحطوا لك مهمات كويسه قوي في المابا كلها، وحطوا لك بوينتس اوف انترست كويسه جدا حوالين المابا، وغيروا شكل المابا كمان على فكره، ودي حاجه يشكروا عليها. والزومبيز نفسهم على فكره شكلهم حلو والانيميشنز والحركه بتاعتهم لذيذه مش وحشه خالص. انا زي ما بقول لكم انا دخلت عشان الف الاسلحه بس فقط، ولكن استكشفت المابا عامه وشفت شكلها عامل ازاي وشفت الهاي ليفل زومبيز شكلهم عامل ازاي، الصراحه كانت حلوه قوي. ومن كلام الناس اللي انا بثق فيهم اللي لعب زومبيز ومستمتعين جدا بيها ان هي لعبه حلوه قوي، فبالنسبه للزومبيز نقطه ايجابيه. ده كان رايي في اللعبه، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو بتاع السكيل بيزد ماتش ميكنج. كان معاكم ابراهيم محمد، السلام عليكم.